قبل 8 أعوام كان النظام لا يسيطر سوى على أقل من ربع مساحة سوريا، في وقت كانت المعارضة السورية تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد، وكان النظام حينها قاب قوسين أو أدنى من السقوط بحسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. مشهد غيرته روسيا بالكامل وقلبته رأسا على عقب إثر تدخلها بكامل ثقلها العسكري لتعيد للنظام معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة باستثناء ما بات يعرف اليوم بمناطق خفض التصعيد والمناطق التي تعتبر تحت الحماية التركية في الشمال السوري. لم يقتصر تدخل روسيا على الجانب العسكري، إذ دعمت النظام سياسياً وحسنت من موقعه التفاوضي عبر التفافها على قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والقاضي بعملية انتقال سياسية كاملة وانتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي. مسار أستنا التفاوضي كان ضالة روسيا للالتفاف على القرارات الدولية وسحب المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة الواحدة تلو الأخرى من ريف دمشق ودرعا وريف حمص وريفي حما وإدلب عقب اتفاق خفض التصعيد عام 2017 والذي خرقته موسكو للاستفراد بكل منطقة على حدة. في عام 2018 أرادت روسيا تكرار نفس السيناريو على ما تبقى من إدلب وحلب وحماة، إلا أن أنقرة حاولت إبعاد المنطقة عن مخالب روسيا عبر اتفاق سوتشي، لكن روسيا خرقت الاتفاق واجتاحت بعض هذه المناطق بعدها بعام وسيطرت على أجزاء من أرياف حلب وإدلب وحماة الشمالي قبل أن تتدخل تركيا عسكرياً بوجه النظام إلى جانب المعارضة لتتوقف عمليات روسيا باتفاق وقف إطلاق النار عام 2020. واليوم وبعد الخذلان الذي تلقاه الشعب السوري ممن يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري من الدول الغربية، يرى معظم السوريين أنه ما كان لروسيا أن تفعل ما فعلته في سوريا من استكمال لمسلسل القتل والتدمير والتهجير لولا الصمت الدولي المثير للريبة.